كان لبنان من زمان معروف بالنظام الاقتصادي الليبرالي الحر، أول وجهة للماركات العالمية من الأكل لللبس للمعدات وكل شيء. من بعد ما كنا نقرأ على غلافات المنتجات أسامي ماركات عالمية، صرنا نقرأ أسامي غريبة عجيبة. شو هي هالماركات؟ من وين جاية؟ وقديش النوعية غريبة مثل غرابة الأسامي التجارية؟ عم بصير في تغيير بالأصناف يلي هي موجودة بالماركت، لكن مش بأعداد كبيرة. يعني عم بصير في توريد من بلدان جديدة مثلا مثل المغرب والجزائر، وأكيد من عم بزيد من تركيا ومصر وسوريا، لكن عدد الأصناف هو محدود، والنوعية أكيد بصير في عليها تدقيق من قبل وزارة الاقتصاد وقتها بتفوت على لبنان. ففي ما في أي مشكل من ناحية وجودة هالأصناف، هيدي الأصناف الجديدة يلي عم تجي على السوق. وأكيد نحن كقطاع بسوبر ماركت منتأكد من مصادرنا ونتأكد أنه نوعية البضاعة هي جيدة قبل ما تفوت على رفوف السوبر ماركت. نتيجة الأزمات الاقتصادية رح نشوف بالأسواق ماركات جديدة غير الماركات اللي متعودين عليها. أكيد بظل الأزمة الاقتصادية بلبنان رح يلجأ المستوردين إلى استيراد الماركات الجديدة، بس هيدي الماركات لازم عند الاستيراد نتأكد من سلامتها وجودتها. وشغلة أساسية إنه الماركات ما بتعكس نوعية وجودة المواد الغذائية وغير الغذائية، هذا تفكير خاطئ، خصوصا إنه نحن عم نعيش بأزمة اقتصادية، فعلينا تغيير أنماط الاستهلاك والاستعانة ببدائل عن الماركات اللي نحن معودين عليها. اللبناني بهذه الأوقات الأساسيات مش عم يقدر يأمنها، فأكيد رح نلاقيه هو اللي حيغير أنماطه الاستهلاكية ورح يلجأ لسلع وماركات تانية. صرنا نشبه بلاد اندفنت تحت رماد جدار برلين، بلدان شيوعية اشتراكية ظالمة وكاذبة باسم العدالة الاجتماعية. فإن شاء الله نهايتنا ما تكون مثلها.